الراديو 90 هواها مصر. انا معايا تليفون كابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. كابتن عصام صباح الفل، اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا ابراهيم، وصباح الخير على كل مستمعيك الكرام. اهلا وسهلا بحضرتك. طيب الناس ده ما محروق من امبارح للي حصل مع كابتن ابراهيم نور النيل؟ والله اللي انت قلته نفس الكلام اللي انا ممكن اقوله. اللي انت قلته في المقدمه دلوقتي اللي انا سمعتها نفس الكلام، اللي حصل لا يمت الى الاخلاق، اللي حصل يسيء للرياضه الاردنيه الحقيقه، واعتقد ان الاردن لازم هي اللي تاخد العقوبات كمان قبل الاتحاد العربي الامانه، لان اللي حصل من مسؤولين اردنيين امس زي اللي قلت اللي نطح ده، لا يمكن يكون راجل يفهم حاجه في مبادئ واخلاقيات الرياضه. خلينا نتكلم بكل امانه، ولازم الاردن حكومه وشعبا لازم الناس دي تعاقب، لازم قبل الاتحاد العربي، قبل العقوبات المغلظه اللي يجب على الاتحاد العربي ياخذها بكل رضع طبعا، لان البطولات العربيه دائما بيحصل فيها مشاكل يا ابراهيم، دي حقيقه. جميع انا شاركت في البطولات العربيه كتير، البطولات العربيه بيحصل فيها مشاكل كتيره جدا. العرب مع نفسهم لازم يغيروا العقليه. العرب ممكن اي دوله ممكن تخسر من اي دوله اجنبيه عادي جدا، لكن لما بيجوا يلعبوا مع بعض للاسف عقليه مختلفه تماما، ولا يتقبلوا مفهوم الرياضه الاساسي، ان الرياضه فوز وهزيمه، وان النهارده انت بتفوز بكره ممكن تتهزم. لا الامور صعبه جدا، والامور اللي حصلت بكل امانه بعيده عن الاخلاقيات، عدم احترام حتى للرياضه، مش هقول بقى للبلد، لان مصر كبيره وغصب عن جوز اي حد يحترم مصر دايما اللي بتحترم كل الناس، ودايما لحد امتى بتعصم يعني؟ لحد امتى احنا نقدر نحترم الناس؟ ولحد امتى احنا نقول احنا مصر كبيره؟ انا بتكلم بشكل عام ابراهيم، الناس تحترمنا بقى شويه، ما الناس تحترمنا شويه بقى، ما الناس لما تيجي عندنا هنا في مصر رغم انا بقول ان القانون زي ما بيطبق على المصري في الاردن يطبق على الاردني. الله ينور عليك، والله ما قصرت. لازم القانون يطبق على الجميع، زي ما المصريين اللي في مباراة من فترة حصل تكسير وتم محبوسين وقطع ناس، في ناس محبوسة لحد النهاردة، لازم ما فيش حاجة اسمها ان حد ما يحترمش قانون بلد، ولا المصري ما يقدرش، المصري اللي يغلط في اي بلد يحاسب حسب قانون البلد. ده الشيء اللي لازم يتم. لازم الاستاد اسكندرية الحقيقة الحاجة المفخرة بعد تجديده امبارح تعرض لبعض الحقيقة الأشياء الغير مقبولة من تكسير وكلام غير محترم. ما بقول يا كابتن عصام، حقي وحقك وحق كل مواطن مصري، الاستاد ده اتجدد ب 35 مليون جنيه كلنا دفعنا من فلوسنا، 35 مليون جنيه دول في تكسير حصل، الناس دي ما تمشيش من البلد دي إلا ما تكون دافعة ثمن التلفيات دي. احنا مش هنقعد بقى طول الوقت نقول أصله القانون يا إبراهيم، هو القانون زي ما بينفذ على المصري في مصر ينفذ على اي حد، لازم واي حد كمان المفروض انه يحترم البلد دي اكتر من اي حد تاني. لما يكون راجل ضيف احنا بنحترمه وبنقدره، لازم تكون المعامله بالمثل، لكن اللي يسيء لمصر يجب ان يحاسب ويحاسب عسب عسير. ده رايي، لان انا اللي شفته ايه ده، دي بلطجه وقله ادب، مع احترامي للجميع يعني، اللي حصل امس بلطجه وقله ادب، وقله ادب متناهيه مهما كانت بقى العلاقات. احنا الاردن شعب عظيم وبنحترمه حكومه وشعبا وكل حاجه، لكن اي مصري يغلط في الاردن يحاسب، واي اردني يغلط في مصر يجب ان يحاسب حسب القانون بس. لكن اللي حصل هو بعيد تماما عن الاخلاقيات، بعيد عن كره مهما نقول من كلام يعني. هل في مطالبات، هل في بيان يخرج من الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب الاتحاد العربي او الاتحاد الاردني بالاعتذار، وبالاعتذار الرسمي عما بدر تجاه الكرة المصرية تجاه حكم مصري هو كابتن ابراهيم نور الدين ام لا؟ والله احنا مش محتاجين ان احنا نعمل مطالبات يا ابراهيم. السبب واحد، انا بقول لك ان كان يجب ان الاردن هي اللي تصدر بيان، الاتحاد الاردني على الاقل لكرة القدم يصدر بيان ان اللي حصل ده شيء غير مقبول، وان لازم اعتذار رسمي، مش ان احنا نطلب، اللي بيطلب هو ضعيف، ولازم الاتحاد العربي هو اللي ياخد القرارات الرادعه في 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 الحدث الغير رياضي اللي حدث امس. مش احنا نطلب، اللي بيطلب ضعيف، لا احنا مش ضعفاء، لازم الناس دي بتحترم مصر. انا بتكلم على الرياضه، احنا طبعا العلاقه رائعه ما بيننا وبين الشعب الاردني، ولكن القله القليله دي اللي خرجت عن النص يجب ان تحاسب بالقانون. طيب انا في جزئيه بقى ارجوك تريحني فيها كابتن عصام، عشان انا برضو من ضمن الحاجات، انا زي ما بتكلم اهو
على ابن بلدي وما اقبلش عليه بني ادم بني ادم يعمل فيه. اقسم بالله انا لو موجود في ارض الملعب لا شرحهم. شوف انا المفروض ما اقولش الكلام اللي ده. انا لو انا موجود لو انا بني ادم موجود يعني ما رضاش لابن بلدي يحصل فيه كده. دي قصه منتهيه. انا بتكلم بمصريتي لا بتكلم دلوقتي اعلامي على الهواء ولا بتكلم انا بتكلم مواطن مصري مش هقبل حد يجي يعتدي على ابن بلدي هنا. انما اللي انا بساله واللي انا بالنسبه لي انا كان غريب جدا تصريحات الكابتن ابراهيم نور الدين بعد المباراه. بيقول كلمة أنا ما فهمتهاش. يقولك أنا مرضيتش ألغي المباراة أثناء بعد ما تم الاعتداء عليه علشان خاطر سمعة مصر. وما علاقة سمعة مصر يا كابتن عصام بتطبيق القانون؟ يعني أنا دلوقتي بيتم الاعتداء عليا ونص الملعب نص الجهاز الفني كله ولا الأجهزة الفنية باللعيبة بتعتدي عليا ملغي المباراة. هو أنا ده حد هيحاكمني؟ أنتوا كاتحاد مصر تقولوا لا أنت ما كانش ينفع إن أنت تكمل ما كانش ينفع إن أنت تلغي المباراة. هو بص يا إبراهيم هو كان هناك رأيين رأي ان البطوله مصر اللي بتنظمها ومش عاوزين نعمل كرسي في الكلوب وخلاص ما هو الامور خرجت عن الحد. فطالما الامور خرجت عن الحد نفذ القانون زي ما قلت. يعني انا كنت مع تنفيذ القانون بدليل ان حتى بعد نهايه المباراه لم يكن هناك احترام للبروتوكول في توزيع الجوائز. بالظبط كده اتاخرنا فتره كبيره. يعني اذا البلطجه امتدت لبعد كده او الاخلاقيات الغير رياضيه امتدت لبعد كده. فيعني خلاص بقى ما بالعكس انا يعني انا مع ان كان يبقى في قرار حاسم بالغاء المباراه ولكن ده اللي حصل. ننتظر صدق تمام بالله يا كابتن عصام انت طب. من الشخصيات اللي الواحد عمره ما اتخزل فيها. انت راجل محترم بس مش هقول لك غير كده. احنا لازم نقول الصح. اصل انا 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 ما بفهمش يعني انا ما بفهمش حاجه غير اللي حضرتك قلتها. يعني غلطه حصلت واعتداء بيحصل من كل حته في الملعب على الراجل. صفر انهي المباراه. انت ما احترمتش اي حاجه في من قواعد لعبه كره القدم. على فكره بس عشان الاخوه الرياضيين اللي هم عملوا البلطجه دي امس ماتش الاهلي والفيصلي الاهلي تعرض لظلم تحكيمي وخرج بسببه. النادي الاهلي وجماهيره احترمت قرارات التحكيم احترمت قرارات التحكيم بشكل محترم جدا. يحسب لينا كمصريين ان احنا ناس مقتنعين ان الاخطاء موجوده في كل العالم وده اللي حصل. يعني على العكس على العكس تماما. لا 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 اللي حصل ده بصراحه يعني يفوق يعني البلطجه بشيء كبير جدا. يعني وتحس ان الناس يعني اللي انا شفته امبارح وناس بتطلع فوق المقصوره من فوق ومعرفش بتعمل ايه وجايبه اعلام ايه. ايه ده ايه ده ايه ده دي بلطجه وقله ادب ولازم يكون في حساب كبير جدا لكل اللي عمل كده. مع احترامي لكل العلاقات الطيبه بيننا وبين الشعب الاردني ولكن المصري لما يغلط يحاسب في الاردن والاردني لما يكون في مصر وما احترمش اللوائح والقوانين يجب ان يحاسب. على دماغي والله يا كابتن عصام. انا بشكرك شكرا جزيلا. انت راجل جدع وراجل ذكر وراجل مصري ما بتواربش وما بتغيرش كلامك والحاجات دي ما بتفرقش معاك. انت صعيدي ابن بلدي يعني. انا بشكرك يا كابتن عصام. صباحك زي الفل. بشكرك شكرا جزيلا كابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم. وانا بيفرق معايا قوي النوعيه ديت من المسؤولين في وقت الازمات اللي من النوعيه ديت اللي بيخف يتكلم كلمة الحق واللي ممكن يمين فيها واللي ممكن يوارف فيمسك العصاية من النص. دي ما فيهاش مسكة عصاية من النص. احنا بنحب البلد دي وبنموت في البلد دي مهما حد حاول يقولك اصل احنا بلدنا ننتقدها نزعل منها نعمل اللي احنا عايزينه في بعض بس حد يجي يقل من قيمتنا هنا لا مش هيحصل.